زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي كي مستنستو بينا ديما مواضيعنا وحواراتنا والتحقيقاتنا تكون طبية وعلمية. هل هي موجة خامسة بدأت في تونس حسب بعض التوقعات، وخاصة انه نلقاو ارتفاع نسبي ولو طفيف في 72 الفارتة في نسبة التحاليل الإيجابية وإلا في نسبة الإقامات في المستشفيات والمساحات؟ هذا وأكثر باش يكون حوارنا اليوم مع الدكتور عمار الجملي، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. دكتور أهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات حياة أفهم. نشكرك على تدخلك دكتور عمار. مرحبا دكتور. في 72 ساعة الأخرانية نلقاو نسبة التحاليل الإيجابية من 2.01% إلى 5.72%، ولا الحديث وكأنه في بداية موجة، هذا على الأقل قاعد يدور في الشارع التونسي دكتور. ولاحظنا بالفعل يعني ارتفاع نسبي في عدد الحالات وكذلك بالنسبة الإيجابية، ولكن يبقى يعني الوضع الحقيقة مش معناتها خطير لدرجة أن النجم نطور نحكي على موجة خامسة أو معناتها قدوم موجة خامسة لما حالتها، ولكن يبقى ديما معناتها الاحتياط يعني ضروري، باعتبار نحن كان تذكر يعني في مداخلة دخلنا معك في وقلنا راهو معناتها الوضع الاحتمالية تختلف، معناتها هناك احتماليه معناتها مرتفعه جدا واحتماليه متوسطه وهنالك احتماليه ضعيفه، واحنا قلنا راهو بالنسبه على الاقل بالنسبه لتونس انه الاحتماليه تبقى ديما متوسطه لظهور معناتها موجه خامسه، ولكن النجم نرجعوها معناتها احتمال ضعيف اذا كان معناتها نكفوا معناتها من عمليه التلقيح، بالتالي الاحتمال معناتها نتاع الموجه الخامسه نعرفوا حتى تو على مستوى العالم هنالك معناتها ارتفاع في العديد من البلدان وكل شيء، لكن على الاقل بالنسبه لتونس قلنا راهو كانت النسبة معناتها الاحتمالية ربما تكون معناتها متوسطة. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. به في 72 هذوما ساعة دكتور معناتها شنو الوضع على الأقل في ولاية القيروان ولا في تونس حسب الأرقام الرسمية المتوفرة عند سيادتك؟ والله احنا بالنسبة لنا الوضع في القيروان وضع مستقر، معناتها مانيش ما لاحظناش معناتها ارتفاع يعني في عدد الحالات، نسجلوا بعض الحالات من هنا وهناك وشيء وهذا معناتها عادي باعتبار أنه الموجة يعني احنا بالنسبه لنا الكورونا هي معناتها موجوده ومتواجده ونتعايش معها، واحنا ذكرنا في عديد المرات قلنا بالنسبه للكورونا يعني مش تصبح يعني امر نتعايش معه ولا بدنا نتعايش معه باعتبار انه موجود ضمن معناتها المنظومه نتاع الفيروسات، ولكن هذا ما يعنيش انه ناخذ ديما الاحتياطات كل شيء، حقيقه بالقيروان ما سجلناش معناتها ارتفاع يعني ظاهر لربما يخلينا ناخذ احتياطات كبيره توا ومعناتها نخافوا من الموجه. متوفر عندك نسبه الايجابيه التحاليل دكتور على الاقل في الـ في الـ في الايامات هذوما الاخيره؟ احنا ديما بالنسبه لنا ناخذ ديما معناتها ال 14 يوم الاخرانيين وكل شيء، ما لاحظناش في ال 14 يوم يعني اللي فاتوا ارتفاع في عدد في نسبه الايجابيه، يعني من قبل كانت تتراوح في حدود بين 3 وكل شيء ولم تتجاوز على الاقل لحد الان ال 5% بالنسبه لنا نحن في القيروان بنسبة الإيجابية. ما ثماش حالة إقامات جديدة في المستشفيات؟ لا، نحن لم نسجل ارتفاع في عدد الحالات معناتها في حالة الإقامة وكذلك بالنسبة حتى للوفيات، معناتها حتى بالنسبة للوفيات ما سجلناش، قاعدين نسجل تو في بعض الحالات كما يعني من هنا وهناك في بعض المدارس الابتدائية وخذنا الإجراءات والحمد لله معناتها ما ثماش حالات يعني سكون أبيل لي كاسوكوندير معناتها حتى كي نعملوا عملية التقاسي وكل شيء. حالات ثانوية. اي حاجه ثانويه معناتها حتى كي نعملوا عمليه التقصي وكل شيء، واحنا هذاك هو تو اهم من السلاح لنا ان الحاله اللي نفيقوا بها نعملوا لها التقصي معناتها نشيط وبالنسبه للمخالطين نتاعهم وناخذوا معناتها الاجراءات يعني الوقائيه والتطبيق البروتوكول وما هو معمول به خاصه بالنسبه للعزل الحالات الايجابيه. نعم هذوك مهمين برشا، لازمنا ديما يكونوا موجودين في 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 في, في وقتهم خاصة. دكتور اللي حبيت انا اللي نعرفه ديما نحب نوضح على الاقل الشارع التونسي اللي قاعد يسمع فينا اليوم، تنجم تكون الارتفاع النسبي في 72 ساعة مربوط بالسوش الجديدة هذيا اللي في تونس والا لا؟ ما هذا ينجم هالتغير خاطر كي نذكر الصائفة الفارطة كي تغير المتحورين نحكيو على المتحور الجديد طريقة التعامل والنسب وقتها تغيرت اوتوماتيكمون، تنجم تكون هكا نفس السيناريو والا قريب على الاقل؟ لا والله هو لا محاله ان حسب اعتقادي ما نجمش يكون نفس السيناريو، لانه هو اذا كان مش يتحور معناتها اذا كان فما ارتفاع فما موجه يعني اخرى خاصه بالمتحور الجديد الاوميكرون مش يكون ارتفاع كبير باعتبار انه نعرفوا المتحور هذايا هو سريع الانتشار، بالتالي ما كيفش
معناتها مسجل ارتفاع يعني طفيف، خاطر الارتفاع الطفيف هذه ديما راهو بالنسبه في الحالات الوبائيه يعني هناك ديما ارتفاع نسبي ثم بعد انخفاض ثم ارتفاع ثم انخفاض، يعني هذا ماكش تلقى معناتها انت استقرار تام في حدود انك معناتها كل يوم تسجل حاله اثنين حاله اثنين وكل شيء، نجم في بعض الاحيان تسجل 10 حالات ثم ترجع تسجل صفر حاله ثم تسجل 4 حالات، بالتالي احنا تو ما نجمش نلاحظوا معناتها ارتفاع يعني وقتاش يولي مقلق الارتفاع معناتها ريالمون كي تقراو بالارقام وقتاش يولي مقلق وقتها نقولوا لا لازمنا تو نتعاملوا ديفيرامون مع الارقام هذي. اذا كان الارتفاع هذا يبقى كيما ارتفاع متواصل، ارتفاع متواصل مثلا ارتفاع متواصل عدد الحالات ترتفع بصفه يعني وقت انت معناتها تعمل يعني الكورب نتاعك هذاك وكل شيء تشوف ان ديما الكورب ديما طالع ديما الكورب طالع وكل شيء، بالتالي هنالك وقتها نطلق معناتها صفاره الانذار ونقولوا راهو فما معناتها العدد يعني في ارتفاع كل شيء، باعتبار انه كل حاله سجلها مش تجيب لك حالات اخرى، كل حاله سجلها مش تجيب لك حالات اخرى، بالتالي العدد يرتفع. اما انك انت ما تسجل 4 حالات ومن بعد تسجل 5 حالات ومن بعد ترجع تسجل 3 حالات ثم 4 حالات كل شيء، هذا ما يعنيش انه فما يعني كما نقول فيها ارتفاع في نسبه العدوان، ووقتها نحكيو على موجه 5 على الاقل تو. نعم ايوه على الاقل تو هيك وصلنا واصل مراي بالنسبه على الاقل احنا تو في ولايه القيروان، نحكي على ولايه القيروان ما لاحظناش ارتفاع في عدد الحالات اللي الحمد لله الحمد لله والحمد لله، ولكن انا من خلال المنبر هذا الحقيقه ناكد ونعاود على يعني على التلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح والبروتوكول ثم البروتوكول ثم البروتوكول والباغيت والجيل والتباعد هذا كل مهمين حتى انت بالنسبه لفصل الشتاء ونعرفوا هذا كيف راه هنالك خلط بين معناتها الجريب موجود تحت الجريب توا يعني النزله الموسميه موجوده، وكذلك معناتها موجود هذا الفيروس معناتها الكوفيد 19، بالتالي احنا كل واحد حتى ما يخيلش هذا على اساس انه جريب يجي نعملوا له التحاليل، والتحاليل كما تعرف هو معناتها مجاني متوفر، ونعملوا له تيست اذا كان معناتها ما تضح انه هو سلبي يعني وقتها نقولوا راهو هذايا قريب كل شيء صحيح. ونذكر سي عماره انه في الو الدكتور جمعة اللي فارتة كنا حكينا الفرق بين اعراض القريب وبين الكورونا، باش العباد ما تدخلش فك الخلط يقول لك لي راني مقرب وهو ينجم يكون مكورن، دونك هذايا نعاودوا تسمعوا على الباج اوفيسيال فيسبوك. قبل ما نختم معك التقطيع الجيني في بالي بعثته دي سيكونس للانستيتيو باستور، لقيته جي فما نتيجه فما رد احنا بالنسبه لنا احنا النتائج اللي بعد التقطيع الجيني انه هو ما زالت موجوده المتحور دلتا اسم المتحور ميكرون، لم نسجل الحقيقه ما جتناش حالات اللي هما ميكرون توا رسميا معناتها التاكيد التقطيع الجيني في القروان التقطيع الجيني في القروان هم كلهم حالات دلتا وليس بمتحور ميكرون. استاذ عماره دكتور عماره الجملي مدير الصحه الوقائيه بالقيروان، سعيد جدا بحواري معك واجابتك على جميع اسئلتنا اليوم، ما لا داعي للقلق هذا اللي كان ياكدون، ولكن التاكيد انه احترامنا للبروتوكول الصحي واجب وخاصه عمليه التلقيح، اعطانا قراءه اوليه الوضع مستقر في القروان مربوط بيا انا وبك انت، وقت اللي نواصلوا احترامنا للبروتوكول الصحي نعرف اللي توا جايه سلاح ونعرف الناس ماذا بها تخرج، الناس تمشي تفرد هذه ما نقولكمش ولكن نطلب منكم انه احترام البروتوكول الجيل والبافيت والتباعد الجسدي مهمين برشا وخاصه عمليه التلقيح. وجمعه جايه باش يكون حديثنا حول انطلاق التلقيح اللي عمره ما بين 12 و16 سنه في ولايه القيروان، عمل صحفي من اعداد بلال الدريدي. كان هذا تحقيقنا لليوم في زوم سانتي. زوم سانتي.